عزيزي انا بجيب لك الزيتونه بتاع الماتشات الكبيره. الموضوع سهل جدا، 120 دقيقه نهائي سوبر اوروبي، بس الماتش ما كانش واو. ليه بقى عزيزي؟ احنا في افتتاحيه موسم، كل سنه وحضرتك طيب، فطبيعي انك ما تنتظرش من اللعيبه ان هي تادي اداء فول بوتنشال وتلاقي ان اللعيبه كلها خلاص كل واحد قادر ان هو يجري المباراه بدنيا. لا، احنا لسه في بدايه موسم، فطبيعي ان انت تلاقي فرق لسه ما حضرتش، تلاقي ان في فرق ما لعبتش ماتشات وديه كتير، والموضوع كله بيبقى عباره عن افتتاحيه موسم. افتتاحيه الموسم ببطوله السوبر الاوروبي ما بين بطل دوري الابطال تشيلسي وبطل اليوروبا ليج اللي هو فياريال. مباراه محترمه جدا قدمها فياريال ومدربه يوناي امري، مباراه محترمه جدا بتنم على فريق كان عنده حلم ان هو ياخد بطوله تانية اوروبيه في تاريخه، وهي بطوله السوبر الاوروبي بعد ما حققوا بطوله اليوروبا ليج الشهرين اللي فاتوا قدام مانشستر يونايتد بضربات الجزاء. فقال لك النهارده انا جرب حظنا قدام تشيلسي، انجليز بانجليز، وننزل ندافع ونقفل المباراه ونعتمد على جماعه المرتده وعلى جيرارد مورينو وان الراجل هو يقدر يسجل. بس تشيلسي الناحيه الثانيه توماس توخيل كان عنده فطنه وكان قاري الفرقه اللي قدامه هتعمل ايه، فالراجل قرر ان هو انا هاجم من على الاطراف، هلعب ماركوس الونسو وهلعب كولر هوتسون اودوي والاثنين دول هيهاجموا من على الاطراف. كان في ناس كتيره جدا بتقول لك ان احنا كنا مركزين ان احنا نشوف تشولبا هيلعب النهارده ديفندر ولا هيلعب مساك، بس توماس توخيل قال لك ملعبه جنب كورتوزوما ولعبه جنب روديجر، وكانت فكره كويسه من السيد توماس توخيل. هي كل افكار توماس توخيل كويسه جدا من ساعه موسى تشيلسي، ومش عارف الموضوع ده ماشي ازاي. 3 4 2 1 كويسه زي ياش موسم مونت كاي هافيرتز قدامهم تيمو فيرنر اللي مش موفق، بس عادي جدا الفرقه بتكون قادر ان هي تقف على رجليها جوه الملعب. تشيلسي لما كان مطلوب منه ان هو يسجل، حكيم زياش الساحر كالعاده اتحرك كويس، فاكبر كاي هافيرتز ان هو يلعب له الكروس، فحكيم بيحطها بكل سلاسه في مرمى سيرجيو واسانخيو علشان خاطر المباراه 1-0 لتشيلسي، وتشيلسي يبدا ان هو يمسك الكوره ويبدا ان هو يروح يدور على الهدف الثاني اللي بيقتل البيج جيم. بس كالعاده كره القدم عزيزي ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. حكيم زياش اتعور، واول ما حكيم اتعور قلت بس واضح ان الموضوع هيبقى صعب جدا بالنسبه لتشيلسي، لان حكيم اللي كان واضح ان هو ظاهر جوه الفرقه اكتر، واضح ان هو اللي كان محضر للموسم اكتر من اللعيبه الباقيه. بس تغيير كريستيان بولوسيتش بحكيم ما فرقتش كتير، بالعكس ده انا لقيت ان فرقه فياريال بدات تسخن وبدات تخش في الجيم وبدات تهاجم تشيلسي، وبدانا نشوف كره البرتو مارينو بتخبط في العارضه، وبدانا نشوف ان فياريال بدا يخش في المباراه. والشوط الثاني بقى فياريال قرر ان هو هيهاجم، خلاص بقى يا معلم انا مش هدافع، انا لبست الهدف الاول، الموضوع بالنسبه لي بقى واضح ان احنا 1+2+3. فلما طلعوا يهاجموا تشيلسي وقتها بدا لعيبه تشيلسي ان هم يغلطوا لانهم مش جاهزين 100%، ما عدا كوفاتيتش وكانتي، دول جاهزين لوحدهم. كوفاتيتش ده لو حطيته وهو لسه راجع من بيتهم وصاحي من النوم هيعمل لك مباراه عظمه على عظمه. فتخيل بقى النهارده ان هو يكون موجود في مباراه نهائي بطوله لوحدها وهي السوبر الاوروبي، كوفاتيتش بيقدم جيم عظيم جدا 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 بجانب نوبولو كانتي. كانتي اللي لما تعب كالعاده راح مغيره ومنزل جورجينيو. جورجينيو وكوفا، اي حد وكوفا، كوفا هيبقى ماسك الملعب وكوفا هيبقى مسيطر. حط كوفاتيتش جنب اي حاجه زي ما قلت لك هتلاقي كوفاتيتش منور. ولما لقينا ان تشيلسي واضح ان هو حاول يهاجم، لا تشيلسي تراجع تاني، تشيلسي قرر ان هو هنلعب على المرتدات بقى، واحنا مضطرين نلعب على المرتدات ومعلش ما عندناش اي حل غير المرتدات لحد ما نلبس التعادل. وفعلا بعد ما تشيلسي ما كان فيه شويه تحذيرات كده لما مندي غلط ولعبها لجيرارد مورينو وصدها وجت في العارضه اللي هو تشيلسي اطلع هاجم هتلبس التعادل دلوقتي، لا مش هنهاجم، احنا هنفضل بندافع زي ما احنا لحد ما نلبس التعادل وقتها نطلع نهاجم. وفعلا بعد هدف جيرارد مورينو اللي كان واضح ان المباراه رايحه التعادل، تشيلسي رجع في الجيم وقال لك ما نطلع نهاجم بقى ونجيب الهدف الثاني ونخلص المباراه. بس مع الاسف المباراه طلت من تشيلسي وشدت الاكسترا تايم، وبعدها طلت من تشيلسي وكانت رايحه ضربات جزاء. فوقتها قلت مين ده هيتالق ويعمل الجيم المثالي لاي حارس مرمى اللي هو حارس مرمى يكون متالق جوه الملعب وفي ضربات الجزاء حاجه فشيخه. لقيت ان كبه رزبجالة واقف على الخط، ده بجد والله انت هتنزل كبه علشان خاطر صوت ضربات الجزاء؟ دي حاجه كويسه قوي، انا راجل بحب كبه رزبجالة جدا وبتمنى له التوفيق، بتمنى ان هو يكسب تشيلسي. فرجعت تاني تعاطفت مع تشيلسي ورجعت تاني شجعت تشيلسي في النهايه علشان خاطر كبه يستحق ان هو يقول جمهور تشيلسي ان انا ما كنتش سبب في كل الفشل اللي احنا كنا فيه، بالعكس فرانكي هو اللي كان مسؤول على كل الفشل اللي هو فيه، فرانكي هو اللي كان عايز يبطلني كوره مش انا اللي كنت سيء جدا. فكده لازم كده في ضربات الجزاء حاول مع البدايه الغير موفقه لكاي هافيرتز والتضييع كان فيه مشكله على كبه، وان انت بقيت مضغوط لازم تصد علشان خاطر الفرقه بتاعتك ضيعت، وفعلا كبه بيقدر يطلع وفعلا بس للاسف طلع من عيسى مندي، يعني اللي هو كبه ما لقيتش غير اثنين اللي تطلع منه يا كبه، ايه اللي ايه الفجر اللي انت بتعمله ده يا كبه؟ بس عادي براحتك استعمل اللي انت عايزه. المباراه فضلت تروح والطول وجورجينيو يخش كده بيمس على سيرجيو اسانخو اللي هو انت كويس؟ طب مبسوط؟ تمام بتروح هنا؟ قال لك انت دوس حبيبي. لحد بيوصل لحظه رونالد بيلو، ورونالد بيلو اول ما دخل كده لقيت كبه بيقول له
هتلعب هنا، انا عارف انك تلعب هنا صح، هتلعب كلهم بيلعبوا لي هنا، انت هتلعب هنا اكيد صح، وراح كب طار الناحيه الثانيه وراول لعبها له الناحيه الثانيه. الله ده انت عزم على عزم يا جدع، يعني هو اشتغلك وقالك انك هتشوط هنا، فانت رحت شوت له، انت لو بالك كنت شوت له هنا، كل اللي قاعدين يجي بيجيب جول بيشوطوا هنا، انت بقى شوت الناحيه الثانيه، ده هو خدك للحته اللي هو عايزها، شوت هنا وانا هطلع لك هنا ضربه الجزاء اللي انت طلعتها، طلعتها هنا اساسا. فكانت لقطه كويسه من كبه او صياعه من كبه ان هو يخلي راول بيلو يحطه في المكان اللي هو بيروح وبيطلع فيه علشان خاطر كبه ينهي المباراه وفوز تشيلسي فعلا. الليله تعلق زياش ونجوميه زياش طلعت على الملعب واصابه زياش فرقت جدا مع الفرقه لحد ما نزل كبه في النهايه وحل الموضوع وقدر ان هو يكسب تشيلسي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو ما عجبكش فاكيد انت مش مشجعين تشيلسي صح؟ اما لو كملت معايا لحد دلوقتي فانت برنس يا اسطى، وشكرا على كل حاجه انت عملتها معايا لدرجه انك كملت الفيديو لحد دلوقتي معايا.